لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة نهاوند للإنتاج الفني. جينا وجينا وجبنا العروس وجينا. أهلا وسهلا بيكم بالعريس. كيف حالك؟ الحمد لله نشكر. اسمك من أي حمولة؟ دار أبو الوفا. الحج إيش؟ حج تمام. تمام أم إيش؟ أم عمر. تمام إحمر العبد الغنم عمر. العمر من الآخر بدهاش فصيل. خلص. قديش العمر؟ مواليد 36. 36 يعني 64 وصبر 82. 82 مظبوط. الحج موجود الله يرحمه. زمان له 5 سنين. 5 سنين الله يرحمه ويعافيه. قرابتك؟ اه من العيلة. مش ابن عمك؟ لا مش ابن عمي، من عيلتنا. اه الله يرضى عليك. الله يرحمه. الله يرحمه ويعافيه. الله يرحمه وحلم لا احراحه. بدي اسألك. تفضل. قد ايه بك عمرك لما تجوزتي قلتي لي؟ قلت لك قد ايش بك يا 16. 16 وهو؟ هو يمشي انه 18. يعني جي نكل البطن بس سنتين. هو يكبر مني. اه قرابتك هو؟ قرابت من العيله. وعجل بك في ايجاركم ولا في الحوش؟ لا هو مدار اهلي مشرك انا. يعني شفتيه وشافك؟ والله ثاني وانا بتخبي منه. ليش ال 15 ليش؟ مكالبه عيب وحرام نواجههم. يعني لما بك يجي بكيت تنهزمي؟ لا بكيت اشرد. تشردين؟ اه بس ليوم العرس. ليوم العرس بس. يوم العرس. اه عيب عنا. ايش بكين كلياتي؟ بكينا نحط الحباس ننكتل يقتلونا هلنا اخوتنا. انحطت الحباس في راسه؟ وراس اه ننكتل. بتشحلت؟ بكت تاكل كتلي. طيب بدنا نرجع ليوم عملكم عرس. عرس قعدوا يعللوا. اه قعدوا يعللوا وجه الاردنيه بكوا مولعين نتش. اه وزلمي من كباتي لبس بدلة مخمل. آه. وزنار صار يركس وكداش الأردني تخوله حسابه وحده. يا رب الله بالصهرة. طلع زلمي. آه. بالصهرة. آه. وانت شو عملوا لي استعليلي؟ انت جين حنينك ولا جين اليوم؟ كرباتي حنيني ولا وزوكنك وزبطنك؟ ولا بكى. لا جاني غرفة نوم ولا جاني محبس. آه. ولا جاني بدلة بيضة ولا صندوق. صندوق بس؟ وشو طلع لك تسويت؟ شو جهز البدلتين جيني بس. وعملوا لك زفة؟ ولا زفة ولا خفيفة. لما تطلعوا تكون طلعي من يمك بيش زفات كلها بيتين نص البلد. طيب مشيتي مشي ولا على مشي؟ حطيتي ايدك على راسك وانت طالعه يخلف عليك؟ اه حطيت. اها. اه 16 سنة والله احسن من هالايام. لزقت العجينة على الباب؟ اه لزقت احسن من هالي. حماتك بقت موجود؟ موجود الله يرحمها. قوية ولا مهمة؟ الله ريت مواهلة جناين النعيم حماتي. راكي تحبيها انتي؟ بحبها ولا مش. آه. حماتي. حماتك. آه. عشتي مع العيلة يعني؟ عشت 6 سنين. شو بكى يشتغل جوزك مزارع؟ شو بكى مزارع؟ كلك نزرع كامح ونزرع سمسم ونزرع حمص ونزرع فول. صرنا نشتري بالكيلو الطحين مشترى 3 طن. بكيت اعمل كمح. يا سلام. والله والسمسم. السمسم قنطار 100 رطل و200 رطل نعمل. والفول خواب اللي نعملهن ملي كمح صاك الله عليهم. طيب بدي اسالك صمدوكم عملوا لكم صمده؟ صمدونا وحطوا للحج عرك نعنع. صار الناس يضحكوا. عرك نعنع حطوا للحج؟ جيبته. وان صمد جنبك؟ اه ولا لك في طاولات ولا على كراسي ولا على مخدات؟ لا لا مسند ولا واقفه؟ مش بش بش بكت. طقش روسكم مع بعض؟ بش. لا مسكوكم مش من البريك اللي في مسكوناش؟ لا 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 راحت علينا. لا راحت علينا. ذاتش غنان العرس وغنان الحنة. فلتينا من غنان اليوم. بشي بغنيش. بتغنيش غنان اليوم احنا مالناش فيهن. احنا وغناني زمان. وغناني زمان بغنيش انا وحدي حاجة وبكرة صوتي بروح بجهنم يسبح. يا لطيف يا لطيف تجعل للبلا تصريف. ما شاء الله عني حاجة. انا معتمر 50 عمرة وحجتين. الله يرضى عليك. على راسي يا حجي يعني؟ لا ما غنيتيش لأولادك لما جوزتيها؟ والله ما غنيت. ولا الجنت على النساوين يغنين لأولادك؟ ما يغنين. الفرح ما بحيوا لها. هل بيغنين اليوم؟ هما هو المسجلات غير يخلعن ويرقص. ولما جوزتي اولادك جبتي ناس يغنوا لهم؟ الفرح بحيوا اصحابه. كل البلد بكين وخالاته وعماته. ايش صار؟ هي اللي بتحج بتغنيش لبنها ولا بتغني لها لبنتها ولا بتغني لها؟ ولا مضرور بنغني لها يعني. بقول لك بتغني في ناس يصير يعني بقى. انا بسالك بتغني ولا بتغنيش لبنها اللي بتحج وبتعتمد لما تجو بزعكن لهم؟ انا ما زعكتش. شو رايك؟
بطل منيح ما بقت حماتك حاجه ولا امك حاجه يوم عرسي غير روح واسكتي كان ما غنينا لك ايش بكيناش كابلين غني كليل 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 بكو 7 ايام يقعدوا يعللوا بكينا كذب الناس ما هسه قلتي اللي بس مره صادق يركص ويدبش في نص الله والجيش زي. الاردني طخ له بكو صحيح بقو. صحيح والنسوان على الكاته لا وجبنا الحنه وجيني حنينا كل البلد واني غنينا ماشياتي غنين واحنا ماشينا من حاره لحاره كم واحد كم واحد بهالبلدين سن الذهب على الشمال هيو ما شاء الله ان شاء الله على اليمين شو بدك يعني طيب شو معنى على اليمين وشو معنى على الشمال شمالك انا مالي يعني معلق علي انا مش معلق عليك الله يسلمك انا بقول لك بكو انت بتقولي بكى لا بكى بكى يعللوا وبكى يغنوا وبكت حاجي معتمد بكى تغني لا وانا حاجي وانا حاجي لا ما وانا كابل بكيت يعني هسه لو عندك ابن عزابي وجوزتيه بتغني لهوش لا شاب بغني له انا حاجي ما هو الشيخ قالنا تغنوش وانا عبي وانا بيه وانا عزابي ما حجيتي شو كيت اغني لولادتي قبل حج كيت اغني ولا ودبش وغني تدبش وتغني؟ اه طبعا ولا وتهاهيلهم اخلو وهاهيلهم وهاهيلهم قلتي لي بكيت تشتغلي في الزراعة؟ اه ولا هذا البيت عايشة فيه لحالك؟ عايش فيه لحال الله يرضى عليهم كله ما شاء الله هيك مش مخلية كاسات ومش مخلية لا اريح ولا مش اريح الله تموت بتورته لانت اللي بترته الورته هذول حصة كم بنت عندك؟ 3 بروحن للبنات لا لا لولاد حبيبات امهن الشتن بعد فتن الختياريات انت هذاك عاقبات عاقبات هذا سيدي عنده وحديث تاني بجينين رحن كل هذا للبلاد ولولادك شالي لولادك بدك تعطي هذا طقم كاسات هيك ها هذا ابو العيلي هو هذا اللي اغلى واحد بلا انت مليح هذول الحبيبات اسمع النساوين بيحبين بناتن الحبيبات وخاصه المتجوزات بدل هذول يا حسين الكلبي طالعات غريبه اللهم صل على انا لما محمد. بموت الخطيب يركبهم بلكو ذهب بلكو مصاري كسم عليهم التسعه تقعد تنحبش ها بشوف دخانيش هوين للحج مدخنشتين انا وانا الخطيب يركبهم على التسعه يفركوا هم 6 وهن 3 هم 6 وهن 3 اللي ذهب مصاري اللي بلكو يفركوا عليهم التسعة قل لك الحجة أيام الحصيدة بكت تسابك في الغناني هي وجوزها بكينا صحيح هذا قبل ما تحج طبعا يا منجلي يا منجلي هو من تلاه وهي من تلاه صحيح بكت تسبكي ولا يسبكي بكى يسبكني ما قدرلوش بكت يلحوش ما شاء الله هيك حوشتو مثل ما شاء الله كتي كتي بقدرلوش صلى على النبي بكوا يناموا على البيادة الزمان بكوا من الحمير خوفي اصلا جاب تشاهد في المحكمة انا وبكو مش عارف ايش خلفي معي حج ايش انت ام عمر نسيتيني اللي بخربني هذا الطب اللابستين انت ايش بكين يلبسن زمان امك وخالاتك وعماتك هو شو اسمه هذا فستان ولا شو فلاحي وهذا الزنار ولا شال ولا زنار هذا زنار زنار وعاد لاص شو بكين يحطين عصبة وحطه زي هيك عصبة خضرة ولا خضرة عندي عصبة خضرة والبنات شو بكين يلبس عندي المنادي. عندي بدلات العرس بعدهن عندي عندك بدلات عرسك تولينا اياهن ولا حد لا بوريك اياهن ورينا اياهن قوم ورينا اياهن قوم يا عمر قوم بدي اشوف بدلات العرس قوم الله يهدي جميع احنا قاعدين شي تعالي جاي طولي هنجا افتحي ها روح انتو اياه هاي استني شوي خلنا نكلم الثلاج ليش سديت يا مخالي افتحيها افتحيها واحكي لنا اسمع هذول تاعت العرس سناتين شايف هذول تاعت العرس هذول شو اسمهن هذول بن كلهن الشراويل شو اسمهن هذول بن كلهن درب الافوص وهاي بدلات العرس ها شايف تطلع هات اشوف طولي الثوب اشوف مش على العلاقه هو طولي تنشوفه كيف بكى هذول بدلات عرسك هذول بدلات عرس هذول بدلات عرسها طلعوا عليك يا جماعه بس استنوا شوي بدلات عرسها هذول هذول هيك شو بك يقولوا له هذا جوخ ولا مخمل ولا مخمل هذا مخمل وهذا مخمل وهذا مخمل هذول بدلات عرس الحج هذا الحكي قبل قديش قبل حوالي 60 سنة قبل حوالي 60 سنة بدلات العرس هذول اللي تجوزتي فيهن هذول اللي تجوزت فيهن كل ما بدك تتذكر الختيار بطوليهن بطول
هذول هذول شايفينهم انتم؟ هذا الاخضر شو هو الاخضر؟ هات شوفوا ليش هذا بيختلف عليهم. هاي بطانته بطانته. الطارة اللي بتيجي بطلانية هذه. وهي طلعت شباكين يحبوا الفلاحين شلوا اللي بكلم الاول المورد. المورد. اها. صرنا عكبر نشتري هذوها قصب ومورد. الله يرضى علي ذاك. كم فستان عندي هذول ما وبتقولي لي اطلع الاثنين هيش مش مخصص باكي ما شاء الله. هاي بدل الذاكر الله يرضى علي جايب يوم عرسه. جاب لك اياها. وهذول كلهم فساتين عرسك. وا 35 بدلي. 35 بدلي فساتين عرس هلا الحجة. لم عمر. تطلع الصابوني هذا الصابوني شغل وين هاي؟ طبيخ طبيخ؟ زيت. طلع الصابوني. زيت انت بتعمليها؟ طب تاخذ؟ هات اشوفها بتاخذ اشوف طولي. خذ. انا بتاخذ زي الجبنة طلعوا انت الصابوني اللي بتصنعها الحجة. هذا لا ايش عجبني حل الحمام هذا احسن شيء للحمام احسن شيء للحمام لا بكامل ولا بصيبني الواحد من هذه ولا لا صحيح هذا من زيت زيتون حط لي عجلي بعد مشان ناخذ هذه هاي ناخذها ولا شو هاي المخدات شوي شوي والله يا جماعه اسكت زي بنات اليوم الواحد يلعبها وعلى طول بتورها بنات النت هذول الله ريتو الحكي ندب طبش روسن بتدخلش انا حكيت ايش يا بنات اليوم انا اللي بدي احكي شوي شوي خلي خليك بعدين الله يرضى عليك انا بدي احكي شوي 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 هسه حجي نعم هذول تشيلن فساتين العرس وضبيتيهن بضبيتيهن شوفي قديش عمرهن تقريبا في حوالي 60 سنه 60 سنة طيب اليوم انسي اليوم كل شهر اواعي لا 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 بعدنا على موديل الكدين انت بعدك على الموديل كدين احسن شيء هو احسن شيء احسن حصيدة الكمح وهذه المسبحة بس ودينا اياها المسبحة هاي مسبحة تخوف تضيع الصبح بيجي هذه شو بيسموها هذه الحج علي بيجي الصبح كل يوم اسبح طلع المسبحة هذه بتلف على البلد كلها هاتوا جاي شايفين مسبحة الحجة هذول امسكي معي هذه وقفت على الكيف وين بتفد لك بيقول على الارض بتضل اذا 200 طل بضل اسبح بيه واستغفر هذه الفيه هذه الفيه بسموها لا 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 500 هاي هذه 500 طلعوا المسبحه شتيتها انا شتيتها شتيتيها انت الله يحب المسبحين نبي داود رب العالمين قال له للملائكه سبحوا ساعدوا النبي داود وللجبال سبحوا حجي تعالي جاي تعالي 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 احنا بحب المسبحين تعالي 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 ارجع زين ارجع يعني ما شاء الله طلعوا هالترتيب طلعوا الحجي كيف الختياليات والحجات بحب تعالي جاي وين هاربي ها هباني شو بدك يقطع شغلك حجي ام عمر بنشرب من زمزم ان شاء الله احنا وياك جميعا هذا هو ما هو ملان هاي الحجي لغايه الان عندها من مي زمزم شفتوا كيف دار الحجي كيف مرتبه كيف الفناجين هذول ما فيش منهم اليوم ولا هذول من السعوديه ولا منين ولا بي ولا مالو فيه كديم وين عندك كديم من ايام الحج ما فيش كله راح لا كل الصون هذا اللي جوك كديم كله هذا كله قديم هذا هذا بس انا طبش الدنيا طلع الورد الحج بتحب الورد هيا معبي الدنيا هيا هذا هو الحج صورته هذا وين ها الصحون ها هذا من وين انت هذا الصحن زمان تطلعوا هذا خزفوا هذا الحج هاتي جات اشوف الحج صورته الله يرحمه ويعفي عنه هذا هذا الحج الله يرحمه ويعفي عنه ريت مواه ان شاء الله جنان النعيم وعند النبي موسى ما يسكن الله يرحمه قول ان شاء الله باكي تحبيه ويحب احبه ولا ويحب ايش ما شاء الله يحب ويحسن منه يحسن منه الله يرحمه جوزها تاج راسها ايوه سمعي لي سمعي لي ياهو الواحد يتوجها جوزها تاج جوزها تاج راسها بكت واحدة تزعل جوزها تحرد لا تتطلق لا بكينا نحصد وندرس على اللوح نقعد شهر واحنا ندرس صبح نصبح نكزع صبر هذاك يجوني لحد هسه عندي بلاش يفتشون زي الأسرة زميتي حج انت هيك هسه الله يرحمه ويعفي عنه اسمع استعجل الله يرحمه استعجل تعالي جاي بكينا نكزع صبر نسي الصبح استعجل الله يرحمه والله يرحم اعمال بيد الله الله يرحمه الله يرحمه الله يجمعك انت وياه ان شاء الله بالجنه جنان النعيم ان شاء الله اشتقت له الله يرحمه الله بدي الحكم
كلها ما في شيء، هذا العمار بيد الله، ما هي في الدعاوي يا حجي لا تخافي. لا ليش انت تدعي علي؟ انا بدي عليك الله يرحمك. لا تدعيش، انا بدي. لا تدعيش انت، بقول الله يرحمه ويعفى عنه ويجمعك انت وياه في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله ما بتحرك محرك ولا يسكن الا باذنه. اها هذه يجمعنا احنا وياك وياه جميعا في الجنه والسامعين ان شاء الله. حجي يطول عمرك، الله يرضى عليك ويرضى منك. وهاي من سنابل النصر، وهاي من البان، البان حمودي، هذول الك كيمتك بيد، احنا من حب صناعه الوطنيه تدخل كل دار ومشان تعطين العمر ولا للحبيبات نحور بتدخل شكلك نافس تدخل. لهذا ابو ذاكر، ابو ذاكر اللي جاب لك فستان، جاب لي على كل ما يدخل ولد بيجيب لي. جيب لي واللحمه الكبيره لي. واللحم الكبير هو كبير؟ لا عمر بالأردن الله يرضى عليه. الله يرضى عليه. طب عمر بتطلع عليك شو بتقولي له؟ هيو هيو على الكاميرا بتطلع، هيو على التلفزيون شو بتقولي له؟ عمر الله يرضى عليه. وين هو في الأردن؟ بس كان معلمين. كان معلمين في عمان؟ لا بالزرقاء. بس كان نهاية الأميرة هي، حي الأميرة هي. أيوة الله يرضى عليه، الله يرضى عليه وريت يفرح بولادته عمر، يجوزهم كلهم وبناته ان شاء الله. واللحم الكبير العمر والله كل الحصه كبيره لابو محمد. البكر هذا صحيح. والصغير وينه؟ الصغير هذاك ضابط بثلاث نجم. اجلوا العش هذاك، هذا كريل عش بوكر ثاني باجي لهين. يجي لهين باجي لهين بوكر بحده. هذا الصور لو البضلة له، هذا بضل صغير لو مش ثلاث نجوم، لو بصير ثلاثين صور له. الله يرضى عليهم كلهم. أبو هشام حبيبي من الحج البركي، الله يطول عمرك يا حجي ويقويك. شفتوا النظافة والترتيب وكيف الحجات هذول؟ الحجات هذول كل شيء بحبينه زي ما هو محطوط يعني محله. حبيبي أبو هشام من هالبيت العامر في نفس الحج أم عمر، الله يطول عمرها. قدامك حارات وشوارع وانا بدي اخذ فلكه الصابونه الزيتون، هذه زيت زيتون هذا اللي بتحممنا لا بيكمل ولا بسيبل. هذاك اللي بي يا اللي بصور هذاك بتحممش الا في شامبو تحممش الا في شامبو. يزعل انه يزعل نعطيه فلكه. شغل ايدك المهم، بدنا ننطي المهم. شغل ايدك ان شاء الله. شغل ايدك ولا شغل ايدك؟ ابو هشام جايتك فلكه صابونه على الطريق، خذها وروح كزل يلا.